أصبحت تقنيات الذكاء الصناعي متوغلة في حياتنا اليومية إلى حد غير مسبوق، ومن الصعب أن تجد شخصاً لم يتعامل مع أحد التطبيقات التي تستخدم هذه التقنيات من قبل، بدءاً من الاكتشاف التلقائي للغات وترجمتها والتعرف على الوجوه في الصور، مروراً بروبوتات الدردشة وحتى تطبيقات الخرائط. ومع الإمكانيات المذهلة التي أظهرها الذكاء الصناعي، تعالت الأصوات المتخوفة من قدراته ومن إمكانيته إساءة استخدامه لتنفيذ أغراض تخريبية مثل توليد الصور ومقاطع الفيديو الملفقة أو اختراق كلمات المرور. في الحقيقة لا تعد الأدوات التي تستخدم الذكاء الصناعي لتخمين كلمات المرور شيئا جديدا، ومع هذا فقد تحسن أدائها مؤخرا بصورة ملحوظة، وأصبحت أكثر كفاءة وقدرة على اختراق كلمة المرور أطول وأكثر تعقيدا من ذي قبل. لا يعني ذلك أننا جميعا عرضة لخطر مثل هذه الأدوات، ولكن لكي تتبين مدى قدرة أدوات الذكاء الصناعي على تخمين كلمات مرور حساباتك، دعنا نوضح كيفية عمل هذه الأدوات وكم من الوقت يمكن أن تستغرق لكي تخمن كلمة المرور الخاصة بك. كسر كلمة المرور باستخدام الذكاء الصناعي. أولا، كيف يخمن الذكاء الاصطناعي كلمات المرور؟ لكي نفهم كيفية عمل أدوات الذكاء الصناعي المستخدم لتخمين كلمات المرور، فلننظر عن كثب لأحد الأمثلة على هذه الأدوات، مثل أداة باسجان التي ظهرت للنور لأول مرة في عام 2017. تستخدم أداة باسجان نوعا من الشبكات العصبية الاصطناعية يعرف بشبكة الخوصمة التوليدية أو الجان، وهو نموذج ذكاء اصطناعي يعتمد على التعلم العميق، ويشبه إلى حد كبير نموذج المحول التوليدي المدرب مسبقا GPT المستخدم في بوت الدردشة الشهير ChatGPT. غير أن نموذج جان يهدف في الأساس إلى تدريب الذكاء الصناعي على توليد تخمينات لكلمات المرور استنادا إلى عدد هائل من كلمات المرور الحقيقية التي يتم تغذية النموذج بها. في عام 2009 بدأت مجموعة من الباحثين في معهد ستينفر للتكنولوجيا في نيو جيرسي ومعهد نيويورك للتكنولوجيا من خلال مشروعهم لتطوير أداة باسجان تغذية نموذج الخوصم التوليدي الخاص بها ملايين من كلمات المرور الخاصة بمستخدمين حقيقيين لمنصة الألعاب الشهيرة روكيو، وهي منصة ألعاب واسعة الانتشار مصممة خصيصا للاستخدام في مثل هذه النوعية من الأبحاث والدراسة. طلب من النموذج بعد ذلك تخمين عدد من كلمات المرور بناء على البيانات الحقيقية التي تمت تغذية النموذج بها، ثم جاء دور ما يعرف بشبكات التمييز التي عملت على مقارنة كلمات المرور التي ولدها النموذج مع كلمات المرور الحقيقية لقياس مدى تطابقها وبالتالي مدى دقة النموذج. وبعد تكرار عملية التدريب لعدة مرات، تمكن النموذج باسجان في النهاية من تخمين 2,774,269 من أصل 5,919,936 كلمة مرور بشكل صحيح، أي ما يعادل 47% من كلمات المرور في ثواني معدودة. ثانيا، ما هو الوقت المستغرق لتخمين كلمات المرور؟ أجرت شركة هوم سيكوريتي هيروز الأمريكية المتخصصة في أبحاث الأمن السيبراني دراسة اختبرت خلالها مدى كفاءة أداة باسجان وقدرتها على تخمين أنماط مختلفة من كلمات المرور، وجاءت نتائج هذه الاختبارات مدهشة حقا، فقد تمكنت أداة باسجان على الفور من تخمين كلمات المرور التي تتألف من أرقام فقط والتي وصل طولها إلى 11 رقم. كما تمكنت الأداة على الفور من تخمين كلمات المرور التي يتراوح طولها ما بين 4 و5 أحرف بشكل صحيح، حتى في حالة كلمات المرور التي تتألف من مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز. واستطاعت تخمين كلمات المرور التي تتألف من 6 أحرف على الفور في حال احتوائها على مزيج من الأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة، بينما احتاجت نحو 4 ثواني لتخمين كلمات المرور التي تتألف من 6 أحرف بشكل صحيح في حالة احتوائها على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز. كذلك استغرق الذكاء الصناعي أقل من دقيقة لتخمين كلمات المرور التي تتألف من 7 حروف ولم تكن تحتوي على أي رموز، في حين استغرق مدة لم تتجاوز 6 دقائق لتخمين كلمات المرور التي تتألف من 7 أحرف هي عبارة عن مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، بينما استغرق قرابة 7 ساعات لتخمين كلمات المرور الأكثر تعقيدا والتي تتألف من 8 أحرف، واحتاج لمدة تصل إلى 2 أسبوع لكي يتمكن من تخمين كلمات المرور التي تتألف من 9 أحرف وتحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز. لا تعد باسجان أداة تخمين كلمات المرور الوحيدة الموجودة حاليا، وهناك أدوات وبرامج وتطبيقات أخرى عديدة تؤدي ذات الغرض، مثل برنامج جون ذا ريبر وبرنامج هاش كات، غير أن باسجان لا يزال هو أكثر الخيارات الثلاثة تفوقا في الأداء حتى الآن. وقد أظهر باسجان
نتائج أفضل بشكل ملحوظ عندما دمج مع برنامج هاشكات، حيث وصلت نسبة كلمات المرور التي تمكن من تخمينها بشكل صحيح إلى 24%. لا تزال قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على إعطاء تخمينات دقيقة لكلمات المرور متواضعة، بل ويزداد الأمر صعوبة كلما ازدادت كلمات المرور المستخدمة قوة وتعقيدا. فبالنسبة لكلمات المرور التي تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، يحتاج باسكال مدة تبلغ 5 سنوات لتخمينها بشكل صحيح. إذا كانت تتألف من 10 أحرف وتقدر بنحو 356 عام، إذا كانت تتألف من 11 حرف وتصل إلى 2 مليون سنة إذا كانت تتألف من 13 حرف. كما ترى، لا يزال بإمكان كلمات المرور القوية حتى الآن الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتخمين كلمات المرور. ويمكن تعريف كلمات المرور القوية بأنها كلمات المرور التي تتألف من 11 حرف أو أكثر، وتجمع بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة والأرقام والرموز. وبالتالي إذا كنت قلقا من احتمالية استخدام أدوات الذكاء الصناعي لتخمين كلمات المرور الخاصة بك واختراق حساباتك، فإن كل ما عليك فعله هو الحرص على تعيين كلمات مرور قوية بما يكفي لحساباتك. ويمكن عمل ذلك من خلال الاستعانة بأحد التطبيقات الموثوقة المخصصة لإدارة كلمات المرور، والتي تساعدك على توليد كلمات مرور قوية. كما ينصح أيضا باستخدام المصادقة الثنائية كلما أتيح ذلك، لإضافة مزيد من الحماية وإضافة طبقة أمان إضافية على عمليات تسجيل الدخول إلى الحسابات، بحيث يصعب تخطيها حتى في حال نجاح أحد البرامج في تخمين كلمات المرور.